ما زلنا مشاهدينا متواصلين مع حضراتكم وتغطيتنا المباشرة والمتواصلة، وهذا الجسر الممتد من القاهرة إلى شرم الشيخ. والآن للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من هناك أميمة تمام، مفادة التلفزيون المصري. أميمة أهلا بك، وضعينا في الجديد لديك الآن. أهلا بك يوسف. بالفعل ما زلنا في أروقة المنتدى، نتابع معا في القاعات الجلسات المتعددة على مدار اليوم في اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. اليوم تواصلت فعاليات المنتدى في النسخة الرابعة، كان اليوم الثاني الحقيقة أهم جدا. عقدت جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا بدأت بكلمة للسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكانت بحضور مجموعة أيضا من الشخصيات الدولية عبر الفيديو كونفرنس وأيضا على داخل القاعة. تبع هذه الجلسة حقيقة جلسات أخرى، ولكن كان للرئيس السيسي اليوم تصريحات هامة جدا. ربما كان من أهم هذه التصريحات أن السنوات الثمانية القادمة هي سنوات مهمة جدا لمجابهة خطر التغيرات المناخية. أيضا كان للسيد الرئيس تحركت وبسرعة شديدة جدا لمجابهة التغيرات المناخية، وتصريح آخر بأن مصر أيضا تحركت بسرعة في مجال صناعة السيارات الكهربائية واستبدال السيارات بسيارات كهربائية. وقال السيد الرئيس أننا عملنا بالفعل، بدأنا في عملية إحلال وتجديد لمبادرة السيارات. مشروع حياة كريمة أيضا تطرق له السيد الرئيس في حديثه اليوم، وقال إنه يهدف لتحسين حياة 60 مليون مواطن. وقال السيد الرئيس أيضا في ختام تصريحاته، قال إن الإنسان بقدرته يستطيع الإصلاح والإعمار والتنمية. يوسف، النهاردة كان في أيضا جلسة ومحاكاة هامة جدا عايزين نلقي الضوء عليها الحقيقة، وهي نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان. وإحنا معانا ضيف دلوقتي من هذه الجلسة كان مشارك فيها الحقيقة، الأستاذ أيمن وليد بحرية، وهو مشارك في نموذج محاكاة الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان. أهلا بحضرتك أستاذ أيمن. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني إزاي كانت مشاركة حضرتك النهاردة؟ الحقيقة أنا كنت ممثل عن المملكة العربية السعودية، وأنا عايز أتكلم، مش عايز أتكلم عن المملكة العربية السعودية بس، أنا عايز أتكلم عن النموذج كله بشكل عام. النموذج كله بشكل عام كان الهدف منه إن إحنا نتناقش ونشوف إزاي ممكن حقوق الإنسان تتطور على مستوى العالم كله، وإزاي كل دولة بتشارك في حقوق الإنسان، وإن إحنا نعرف الناس مصر دورها عامل ازاي في حقوق الانسان، وان هو مش بس دور سياسي الحقيقه، لا هو دور كمان تعليم. شكرا للزميلة أميمة تمام، وشكرا لضيفها الكريم، وعذرا على انقطاع الاتصال من مقر انعقاد المنتدى. ونعود بكم مشاهدينا لمفادة التلفزيون المصري لمنتدى شباب العالم أميمة تمام مباشرة من شرم الشيخ. إليكم أميمة مرة أخرى. شكرا لك يوسف، ونعتذر عن هذا العطل المفاجئ. بنعود مرة أخرى لضيفنا المهندس أيمن وليد بحرية، مشارك اليوم كان في نموذج محاكاة الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان. أهلا بحضرتك مرة تانية باشمهندس أيمن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كنا بنتكلم النهارده عن مشاركه حضرتك، وقلت ان حضرتك كنت ممثل عن السعوديه، وكنت تتحدث عن حقوق الانسان في مصر، بعد كده تطرقت لهذا الموضوع، يا ريت نستكمل حديثنا. الحقيقه يعني حقوق الانسان في مصر، نرجع للكلام اللي كنا بنتكلمه، ان هي اغلب في دول كتير قوي بتشوف حقوق الانسان تتمثل بس في الحقوق السياسيه. نعم. الحقيقه يعني من وجهه نظري الكلام ده غير صحيح بنسبه كبيره، لان احنا هنا في مصر بنحاول ان احنا ندي كل الناس او نخلي كل الناس متساويين في الحقوق، من ناحية التعليم ومن ناحية الصحة ومن ناحية السكن اللائق بيهم،
ومن ناحية الخدمات اللي بتتقدم لهم، مش بس يعتمد على المستوى المادي، لا يعتمد على الإنسان في المقام الأول. فالهدف من حاجة زي كده إن احنا نتناقش إزاي نطور ونعزز ونأكد على حقوق الإنسان، وإن احنا نوري العالم كله إن احنا هنا في مصر مهتمين بحقوق الإنسان بشكل حقيقي، مش سياسيا بس. يعني حضرتك يعني مهندس، يعني حضرتك مهندس في الأصل، ولكن في نفس الوقت لك اهتمامات سياسية واهتمامات بالشأن العام. هل بترى أنه منتدى شباب العالم بالفعل رسخ لفكرة المشاركة السياسية لدى الشباب لديه حلم وأن يشارك وأن يكون يعني إذا ما صح التعبير مسيس أو يشارك في بناء بلده سياسيا واقتصاديا؟ طبعا. والحاجة اللي أنا شايفها أهم حاجة في منتدى شباب العالم كله إن ناس من دول العالم تقريبا كلها، يعني دول كتير جدا. إحنا كان في أكتر من 55 دولة مشاركة في مجلس حقوق الإنسان في نموذج المحاكاة بتاع الأمم المتحدة اللي اتعمل النهاردة. فأنا شايف إن إحنا كلنا لما نتكلم مع بعض ونشير الأفكار بتاعتنا مع بعض، وكل واحد يتكلم عن بلده ويقدمها بشكل كويس ويقدمها بالشكل الحقيقي، مش اللي هو بيبان بس في الميديا، عشان أغلب اللي بيبان في الميديا ما بيبقاش الشكل الحقيقي عن البلد. فأنا شايف إن دي حاجة عظيمة جدا، وإن هي تستاهل إن حاجة كبيرة زي كده تتعمل ويتصرف عليها فلوس كتير جدا. أكيد هي حقيقة اتصرفت من قبل رجال الأعمال، وإحنا برضو يعني بنشكر وبنثمن مشاركة رجال الأعمال في دعم منتدى شباب العالم، يعني حتى لا تتحمل ميزانية الدولة تكاليف المنتدى. ولكن إحنا بنتساءل برضو النهاردة، بنقول يا ترى شباب العالم لما بيجي هنا مصر بيتعرف عليها أكتر من خلال حديثك معاهم، بيتعرفوا أكتر على الوضع السياسي والاقتصادي والاستثمارات والطفرة اللي حصلت في مصر في السنوات الأخيرة، هل فعلا وصل صوت مصر العالم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؟ وكنا بننادي مكافحة الإرهاب في السنين اللي فاتت، ومع ذلك كان في بعض الدول يعني كان لها أولويات أخرى. أنا شايف الحقيقة إن في ناس كتير ما كانش وصل لها صورة مصر بشكل صحيح، يعني كان في ناس شايفة مصر حاجة تانية خالص غير اللي بيحصل دلوقتي. فالناس ديت لما تيجي هنا والصورة ديت عن مصر الحقيقية توصل لهم وتتعدل عندهم ويرجعوا يشاركوها مع بلادهم وشعوبهم، أنا شايف إن دي فرصة كبيرة جدا إن من خلال الناس ديت الناس تعرف مصر بجد. وكمان في ناس كتير اول مره تيجي، فلما يجوا يشوفوا مصر الحقيقيه فهم حابين ان هم يجوا تاني ويشاركوا في فعاليات اكتر في مصر هنا. طيب دي مش مشاركتك الاولى في المنتدى ولا دي اول مره؟ الحقيقه انا اول مره اكون مشارك. اول مره تكون مشارك في 2019، ديسمبر 2019 كنت حاضر بس ما كنتش مشارك. سواء اثناء ما كنت حاضر او مشارك في هذه المره، ايه المختلف الجديد اللي شفته في منتدى شباب العالم؟ ويعني المره دي له خصوصيه بعد يعني غياب سنتين منذ بدايه جائحه كورونا، يعني ما هي التغيرات التي طرأت وما هو الذي يميز المنتدى في هذه المره؟ الحقيقة أنا شايف إن اللي بيميز المنتدى إن هو اتعمل في السنة دي في ظروف صعبة جدا، ويعني الحقيقة يعني أنا شايف إن الدولة المصرية قامت بإجراءات كتير جدا عشان تحاول بقدر الإمكان إن هي تعمل حاجة كبيرة زي كده في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، ظروف كورونا طبعا. إيه رأيك في الإجراءات الاحترازية في المنتدى؟ أنا شايف طبعا إن يعني الإجراءات كويسة جدا، وبقدر الإمكان في محاولة للسيطرة على الحد من انتشار الفيروس. طيب يعني أنت بتعتبر، يعني هل أنت فخور فعلا بالمنتدى بعد ما الأمم المتحدة أقرت هذا المنتدى ك يعني منصة عالمية ودولية لتبادل الرؤى والأفكار والمشاركة السياسية والعصف الذهني بين شباب العالم، هل فعلا بتشعر بهذا الفخر كشاب مصري؟ طبعا فخور، لأن الواحد يعني حاسس إن هو ليه دور في البلد فعلا، وإن هو بيتكلم مع ناس غير مصريين كتير جدا،
ويوصل لهم صورة مصر الحقيقية. ويعني الواحد حس ان مصر بقى ليها صوت عالمي دلوقتي. احنا بنشكر حضرتك جدا مهندس ايمن وليد بحرية، مشارك في نموذج محاكاة الامم المتحدة مجلس حقوق الانسان، بنشكرك شكرا جزيلا. وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو وإلى الزميل يوسف عبدين، كنا معكم من شرم الشيخ ونتواصل معكم على مدار اليوم أيضا. شكرا لك أميمة تمام، وشكرا لضيفك الكريم المهندس أيمن بحرية.